الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. اهلا بيكم. دايما اقول على طنط رعب المهاجرة مرض ذو الالف وجه، وحكايه المرض ذو الالف وجه دي المرض له ظروف برزنتيشن وتواجد بشكل ما يختلف من حاله لحاله. من ضمن الحالات المثيره جدا لطنط رعب المهاجرة لما تعمل كيس على المبيض. ليه الحاله دي مثيره؟ لانها اكيد هتاثر على المبيض وتكون سبب من اسباب تاخر الانجاب، لكن الاثاره تكمن دايما في التعامل مع هذا الكيس. اختلف الحوار في العلاج لهذا الكيس المشهور عندكم كلكم، واقول لكم عارفينه، كيس الشوكولاته على المبيض. هل نشيله ولا نسيبه؟ طب لما نشيله هيأثر على مخزونه المبيض ولا لا؟ طب هل المدرسه اللي كانت بتشيله قبل كده دي مخطئه تماما؟ ايه الجديد؟ ايه اللي بتقوله القشري دلوقتي اللي هي المؤسسه نقول عليها مرجعيه للتعامل الجراحي مع بطنة رحم المهاجره والكثير من المشاكل الخاصه بالنساء وتاخر الانجاب؟ ده هنفهمه النهارده بالتفصيل مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه طب قصر العيني، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعيات الاوروبيه والامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، ورئيس مجلس اداره والمؤسس لمجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، الاسم القدير والميجا ستار لهذا المجال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور ايمن. انا بحضرتك حرقت موضوع الحلقه كده. لا انا ما حرقتش، ده انا بس تفسر. انا ما اقدرش احرق حاجه، انا بحطها في الفرن تسخن. مش المفروض اول سؤال ان انا ايه هنتكلم عن ايه النهارده؟ لا ما هو اصل الراجل قال، ما هو هاني عمال بيص. طيب ماشي. انا عموما هبين ان انا مش يعني عارف حاجه، يعني انبهرت. انا اسالك أيوة سؤال. طيب تمام. بس الاول اسمح لي ان ارحب بضيفي العزيز النهارده، اسمه متميز للغايه في منظومه عمل مراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، دكتور مصطفى عبد الجليل، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض، والمدرس لامراض النساء والتوليد وعلاج تاخر الانجاب بكليه طب قصر عيني. اهلا بيك يا دكتور مصطفى. اهلا بحضرتك دكتور عين. منورنا. منور حضرتك. سؤالي للدكتور هشام هنتكلم عن ايه النهارده؟ لان انا متشوق الحقيقه. هنتكلم عن ايه النهارده فيما يتعلق، وعلى فكره اقول لك على حاجه، السؤال الاجمل ان انا اقول لك ايه، هنتكلم على ايه النهارده فيما يتعلق ببطنه الرحم المهاجره، ويعني بطنه الرحم المهاجره ده اوبن بوك. يعني ده امتحان. تمام. طيب احنا يعني انا هاخدها من منظور تاني. لو ايه المنظور ده؟ تعالى بس مع الحته دي. الحته اللي هي الكلينيكال براكتيكال، اللي هو ده اللي بيحصل فعلا، اللي بيحصل في حالات تاخر الانجاب. اوكي. تمام. مش هناخدها بمنطق الكتاب والشرح العملي للطلبه والاطباء، لا احنا هناخدها من منطق العملي الفعلي كلام العيانين، الكلام الحالات. بالظبط كده. الحاله عندها تاخر انجاب وكشفت عند طبيب وقال لها انت عندك تاخر حمل وانت عندك ما يسمى بكيس دموي، عندك كيس دموي، والكيس الدموي دوت هيروح لوحده. تمام. هي انتظرت ان الكيس الدموي يروح، الكيس الدموي يروحش، شهر 2 3 كيس دموي يروحش، وراحت لحد متخصص اكتر فقال لها ده مش كيس دموي، دي حاجه اسمها كيس شوكولاتي. ايه الكيس الشوكولاتي وايه الكيس الدموي ومين الاكثر اهميه؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه. هنسال دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، الدكتور هشام عشان اديله فرصه يتكلم. القى لك الميكروفون او اعطاك الميكروفون، والميكروفون معاك الان. ما هو كيس الشوكولاته الشهير؟ وبجد بجد لما قال لي كيس شوكولاته او كيس، صح كده؟ ايوه. يختلف عن الكيس الدموي؟ يختلف عن الكيس الدموي. الله. لا طب انا اقول لك على حاجه بامانه بقى، انا ما اعرفش. ايوه. قول لي بقى ده دكتور مصطفى، ايه الفرق بين ده وده؟ هو كيس الشوكولاته ده نوع من انواع بطنه الرحم المهاجره اللي بتصيب المبيض. لما بتصيب المبيض بيبتدي يكون كيس، الكيس ده بيكبر، كل بيحصل فيه نزيف كل شهر زي الدوره، بس بتحصل جوه الكيس ده، الدم ده بيبتدي يتجمع جوه الكيس. مع تكرار النزيف شهريا طبعا الكيس ده بيبتدي يكبر، الدم اللي فيه بيبتدي يتكسر، وبيبتدي الدم ده يتكثف وبيعمل ماده عامله زي الشوكولاته، عشان كده بنسميها كيس شوكولاتي.
ده كيس الشوكولاته. طب كيس دموي؟ اه طب كيس دموي عباره عن كيس دموي. لا ده تبويض طبيعي للسيده. مع التبويض ساعات بيحصل شعيرات دمويه زي بتفرقع، فبيحصل نزيف بسيط جوه الكيس ده، وده اسمه كيس وظيفي، بيروح لوحده خالص او ساعات بعلاج بسيط في خلال 3 شهور. لكن الكيس الشوكولاتي لا، ده محتاج طبعا تقنيات مختلفه من العلاج، وممكن ما يروحش لوحده خالص، يحتاج تدخل. اوكي، اذا كيس الشوكولاته هو اللي احنا معنيين بيه دلوقتي. اللي احنا معنيين بيه دلوقتي الكيس. في فرق ما بين الكيس الشوكولاتي والكيس الدموي. الكيس الدموي ده كيس وظيفي. يعني ايه وظيفي؟ يعني خلل في وظيفه البويضه. البويضه، او خلينا نكون بقى اصحاء اكتر، الحويصله اللي جواها البويضه. الحويصله قاعده تتنفخ لحد ما وصلت الحجم اللي هو المفروض خلاص تفرقع، والبويضه تخرج من الحويصله دي وتخش للرحم اللي هي اسمها التبويض. ما حصلش التبويض ده، الحويصله قعدت تكبر وتنفخت وتحولت الى كيس. ده اسمه كيس وظيفي. الكيس الوظيفي ده احيانا زي ما قال دكتور مصطفى في شعيرات دمويه بتفتح جواه، بيبقى فيه شويه دم، يبقى كيس وظيفي دموي. ده امره سهل، امره هين، بيختفي لوحده، بيختفي مع دوره، مع نزول دوره، او بيختفي مع دورتين، او لو ما اختفاش شهر شهرين حبوب منع الحمل وبيختفي تماما. لكن الكيس الشوكولاتي ده حاجه مختلفه تماما يا دكتور ايمن. الكيس الشوكولاتي ده نتيجه بطانه رحم مهاجره موجوده في المبيض. يعني ايه بطانه رحم مهاجره موجوده في المبيض؟ يعني في بطانه رحم موجوده في الرحم عادي طبيعي، بس في بطانه رحم كمان تانية موجوده في المبيض، جوه المبيض. طب بطانه الرحم اللي جوه الرحم بيحصل لها انها بتتخن كل شهر، ولو ما حصلش حمل تتحلل وبتنزل وبتعمل دم الدوره. في مجال ليها خروج، في مجال ليها انها تخرج. لكن بطانه رحم المهاجره اللي موجوده في المبيض لما تتحلل وتتحول لدم هتروح فين؟ مش هتروح في حته، هتفضل متحوشه في المبيض وتتحوط بجدار ليفي. جدار ليفي عشان كيس ده الجهاز المناعي بتاع الجسم، هو اللي بيحوط شوية الدم ده بالظبط كده بالكيس اللي فيه ده، وتتحول الى ما يسمى بالكيس الشوكولاتي. وشتان ما بين الاثنين، سواء في التشخيص وسواء في العلاج. دكتور مصطفى، ايه لما اقول لك ايه، اقول السؤال كده، الطريقه المثلى للتعامل مع كيس الشوكولاته، هيبقى السؤال مظبوط؟ يعني انا بسال بطريقه صح، ولا يعني اغير السؤال واقول لك ايه الجديد في علاج كيس الشوكولاته؟ هو الحقيقه مفيش حاجه اسمها طريقه مثلى لعلاج الكيس الشوكولاتي، لان هي بتبقى على حسب الحاله ككل. يعني سن الحاله بيفرق جدا في التعامل مع الحالات دي، المخزون بتاع المبيض بيفرق، تحليل الزوج بيفرق، حاله الانابيب بتاعت الزوجه بتفرق. فهو لازم كل المعطيات تبقى قدامي، وبعد كده اقرر ايه اللي ممكن اعمله للحاله دي. لان في دكاتره كتير قوي اول ما بتشوف حاجه اسمها كيس شوكولاته، لا انا هعمل لك منظار بطن بكره ولازم نستأصل الكيس ده، وده للاسف في حالات كتير جدا بيبقى مش احسن حل. ده في حالات كتيرة جدا ما بيكونش احسن حل، ما يكونش احسن حل فعلا. ده شيء مهم جدا 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 جدا. طب هات القصه من اولها، عشان جدا كتير دي لازم اجيب من اولها. جدا احنا بالنسبه لنا المبايض ده كنز، زي ما القصيتين بالنسبه للراجل، المبايض بالنسبه للزوجه كنز حاجه بريشس جدا جدا. فعشان كده ما فيش استسهال في التعامل مع كيس شوكولاتي، مش مجرد كيس يلا نشيل. الموضوع مش كده، مش كيس يلا نشيل، لا، ده احيانا كتير بيبقى كيس في مبيض واحد والمبيض التاني سليم، وبرضه مش بنقرب له. عشان كده زي ما قال دكتور مصطفى، احنا في التعامل مع الاكياس الشوكولاتيه في المبايض، وانا بتكلم من منظور تاخر الحمل، مش بتكلم من منظور اخر. يعني احنا دلوقتي مراكز رياض الخصوبه بتعالج تاخر الانجاب. تاخر الانجاب في حالات عندها بطانه رحم مهاجره على شكل كيس شوكولاتي جوه المبيض، لا، يبقى لازم زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه، بنفصل العلاج على حسب الحاله. الحاله دي عندها كام سنه؟ مخزون المبيض بتاعها قد ايه؟ فتره تاخر الحمل قد ايه؟ سنتين ثلاثه ولا 7-8 سنين؟ الزوج حالته قد ايه؟ حالته اخبارها ايه؟ يعني قنوات فالوب سليمه ولا غير سليمه؟ بناء على الخمس معطيات دول احنا فعلا بنقرر هل نحتاج ان احنا نستقصد الكيس ولا لا، احنا لازم هناخد مسار اخر، الا وهو الحقن المجهري. طب اضيف على الخمسه اللي دكتور مصطفى قالهم يا دكتور ايمن حاجه سادسه، الكيس الشوكولاتي ده طالع في المبيض واحد ولا في المبيضين؟ لو طالع في مبيض واحد وسنها صغير
وعندها مخزون مبيض كويس وفترة تأخر حمل مش طويلة، يبقى ساعتها ممكن نحن نستأصل الكيس ده عن طريق المنظار. لكن لو طالع في مبيضين أو مخزون المبيض أصلا ضعيف أو بوردر لاين على الحركرك بالبلدي، أو فترة تأخر السن، فترة تأخر الزواج عفوا طويلة، أو الزوج حالته مش 100%، أو قنوات فالوب فيها مشكلة، فإحنا على طول بنلجأ إلى الحقن المجهري. طيب نستبعد كل الأسباب التانية، يعني نستبعد نقول أنا عندي حالتين زي بعض بالضبط في السن فوق 35 أو تحت 35 سنة، سن الزوجة، مخزون المبيض الاثنين مخزون بتاعهم كويس، الزوج الاثنين الزوج كويسين، قنوات فالوب الاثنين قنوات فالوب كويسة، فضل عامل واحد بس، مبيض واحد ولا مبيضين، الكيس شوكولاتي طالع في مبيض واحد ولا الاثنين. تخيل يا دكتور أيمن إن the best hands، في أحسن الإيدين اللي تقدر تشيل الأكياس من المبيض، ممكن ندمر مخزون المبيض بنسبة لا تقل عن 58% من مخزون المبيض، يعني أكتر من النص، ده لو في المبيضين. طب لو في مبيض واحد نسبة لا تقل عن 38%، يعني التلت، ناخدها كده أرقام، تلت ونص. يعني لو كيس شوكولاتي موجود في مبيض واحد وهشيله، أنا كده قللت مخزون المبيض في المبيضين بنسبة التلت. ده في أحسن الأيادي مع أحسن الأجهزة في العالم، مش في مصر وبس، ده كلام القشري بالظبط كده. لكن لو في المبيضين ده أنا هشيل أكتر من النص من مخزون المبيض. فعشان كده لما تيجي حالة تأخر حمل حتى لو كانت صغيرة وعندها مخزون مبيض كويس وزوجها سليمة وقنوات فالوب بتاعتها سليمة، بس كاس شوكولاتة موجودة في المبيضين وعندها تأخر حمل، ما جازفش مع الحالة ديت وعمل لها استئصال أكياس شوكولاتية عن طريق المنظار، ده أنا لازم أحافظ على الباقي من المبيضين بتوعها وألجأ إلى ما يسمى الحقن المجهري. والحقن المجهري في حد ذاته بإذن الله ربنا يجعله سبب أنها تحمل، وهو برضه هيجعله سبب بإذن الله ربنا أن يحصل انكماش في بطانة الرحم المهاجرة. السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي، كيف يؤثر كيس الشوكولاتة على نسب نجاح أو فرص نجاح الحقن المجهري؟ هو فعلا ساعات كيس الشوكولاتة بيأثر على نسب نجاح الحقن المجهري، عشان كيس الشوكولاتة بياكل في المبيض فبيقلل مخزون المبيض، ودي أكتر حاجة بتأثر على نسبة نجاح الحقن المجهري، إن المخزون عندنا بيقل. تاني حاجة غير المخزون نسبته بيقل، الجودة نفسها بتاعت البويضات بتتأثر جدا بوجود بطانة الرحم المهاجرة في صورة كيس شوكولاتة. حاجة تانية ممكن تأثر، إن كيس الشوكولاتة ده بيعمل التهاب في الحوض، بيطلع مواد كده كيميائية معينة ممكن تأثر عندنا في انغراز الأجنة في بطانة الرحم، فكل دي حاجات ممكن تأثر طبعا على نسبة نجاح الحقن المجهري. المريضة بتبقى جاية كابلز جايين هدفهم في الآخر الإنجاب، تمام، وزي ما بعض الناس بتعتقد إنه الحقن المجهري بالجملة المصرية يعني بيجيب من الآخر، بس يتقال لهم لا ده في حاجه هتعوق هذا الحقن المجهري. تمام. وعشان كده السؤال ده جميل قوي، حضرتك قلت دكتور مصطفى، هل وجود بطانه رحم مهاجره على صوره اكياس شوكولاتيه بتاثر نسب النجاح الحقن المجهري؟ الاجابه اه، والتاثير من خلال حاجتين اساسياتين، رقم واحد عدد البويضات بيكون قليل، رقم اتنين جوده البويضات بتكون قليله. كيس موجود في المبيض عمال زي السوسه كده في السنه بتاكل في المبيض، اضعفت المبيض كما وكيفا. عشان كده احنا في مراكز رياض الخصوبه والصحه الانجابيه، الحالات دي حالات البطانه رحم مهاجره على شكل اكياس شوكولاتيه هتعمل حقن مجهري، احنا بنقول لهم عشان تكون نسبه نجاح الحقن المجهري كويسه احنا محتاجين حاجتين، محتاجين عدد بويضات كويس يتناسب مع الحاله عشان يدي عدد اجنه كويس، حتى لو اضطرينا ان احنا نجمع الاجنه الباسكت الاكيوميليشن الكوليكشن كلها مسميات لحاجه واحده، عاوزين نجمع عدد بويضات بالظبط كده، عدد بويضات معين مناسب لحالتك عشان يطلع عدد اجنه معين مناسب لحالتك، ساعتها يبقى انا كده تلاشيت تاثير بطانه رحم مهاجره على نقطه عدد البويضات او عدد الاجنه. طب النقطه الثانيه جوده البويضات او جوده الاجنه، ما اعمل لهاش حقن مجهري على طول، مش تجي لي النهارده اعمل لها الدور اللي جايه حقن مجهري، لا ده انا اديها فتره لا تقل من 6 ل 8 اسابيع ادويه عشان تحسن من جوده البويضات، عشان تحسن من جوده البويضات، وبعد كده اعمل لها الحقن المجهري، وبعد كده ادخل الابره جوه المبيض واسحب البويضات واراعي تماما ان انا
ما تجيش ناحيه كيس شوكولاتي تماما. معايا دكتور ايمن؟ يعني حالات بطنط الرحم المهاجره عندها كيس شوكولاتيه بعمل لها حقن مجهري والكيس موجود تمام. انا بس هدفي ان انا وانا بدخل الابر عشان اسحب البيضات ما اقربش من الكيس الشوكولاتي. سحبنا البيضات، كوننا الاجنه، وصلنا للعدد المطلوب، لان الاجنه باذن الله كانت من الحالات الناجحه تماما، هيعدي الحمل بتاعها عادي. بالعكس ده الحمل ده هيكون سبب ان يحصل ضمور في مرض بطانه الرحم المهاجره والاكياس الشوكولاتيه. دايما وانا بسمعك وانت بتشرح الحته دي بفتكر مثل مشهور جه كحالها عماها. الله ينور عليك. فانا بخاف قوي انه حد يدخل لك انا شيل كيس الشوكولاته فابص الاقيني جورت والتعبير يجور بالظبط، ده تعبير جائر، ده تعبير مهم جدا على مخزون المبيض اللي واضح انه حساس وبيتلكك. ده حقيقي فيري سنسيتيف، حساس جدا 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 جدا. عشان كده جمله دايما حتى بنقولها لما نيجي نشيل حتى الكيس، يعني تراي تو افويد انكليشن او ستريبنج. يعني ايه ستريبنج؟ يعني ده الجدار بتاع الكيس وده المبيض، الجدار بتاع الكيس وده المبيض، احاول اتحاشى ان انا اشيل وانا بعمل ستريبنج، يعني اشيل من نسيج المبيض على قد ما اقدر. وعشان كده ده محتاج حرفيه هايله على مستوى قدر عالي عشان ما ناثرش اكتر من اللازم في مخزون المبيض. لو طلبت منك انك تشرح في يعني وضوح للناس صوره العمل الجماعي في التعامل مع كيس الشوكولاته، واضح انه في اكتر من حاجه لازم يشتغلوا مع بعض عشان يتعاملوا مع تاخر انجاب مع كيس الشوكولاته. تمام. هو يعني طبيب امراض نساء عادي في استقبال الحاله عشان ياخد الشيط المرضي، ثم استشاري علاج تاخر انجاب، واستشاري علاج تاخر الانجاب فيها يكون استشاري في جراحه المناظير، وفيها يكون استشاري في الامراض الذكوره، لان حاله الذكوره هيبقى ليها دور مهم جدا في تقييم المسار العلاجي اللي هتمشي فيه الحاله ديت. واذا لم يفلح او اذا لم يكن القرار هو اداء المنظار، هيكون طبعا القرار هو الحقن المجهري، وبالتالي هيكون في استشاري حقن مجهري. اربع استشاريين في الحاله ديت عشان نوصل نسبه النجاح الكويسه. نورت وشرفت وابدعت كعادتكم. يعني ضيفي العزيز الدكتور مصطفى عبد الجليل، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض والخصوبه، والمدرس لامراض النساء وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني. نورت يا دكتور، وسعيد جدا باللقاء معاك يا دكتور مصطفى، وسعيد جدا بالحوار العلمي الراقي. اكاديمي من طراز رفيع واسمه متميز للغايه في مراكز الرياض، دايما بنبسط واحنا بنتكلم معاك. شكرا جدا دكتور ايمن، انا سعيد. اشكرك يا فندم. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني، استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعيات الاوروبيه والامريكيه للخصوبه تاخر الانجاب، والمؤسس ورئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، واحد من ميجا ستارز هذا المجال. وجودك معنا شرف كبير لينا، وبيسري الثقافه العلميه الطبيه ليس على مستوى المرضى ولكن ايضا على المستوى الطبي في التعليم للاطباء. شكرا جزيلا. حضرتك يعتبر مرجعية لكثير من الأطباء المتخصصين في مجال تأخر الإنجاب. شرف لي أنا. شكرا جزيلا. ده شرف لينا يا دكتور هشام. خليكم دايما معنا سيد حلو.